بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتفتح لنا بها يا رب أبواب الفرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة ومن داخل سوق درا. والنهاردة السبت 25/12/2021 داخلين نعمل لكم تغطية لسوق الجمال بالكامل يا جماعة. الناس اللي داخلة كده صلوا على سيدنا النبي الأول كده في أول اليوم يا جماعة، يجعل اليوم نومكم سعيد إن شاء الله بالصلاة على حضرة النبي. ادي في حاجات حلوة هنا كده في نياق والدة، هنخش نشوف لكم ايه الدنيا فيهم. مين صاحب الجمال؟ فين فارس؟ لا تعال كده خلينا نفرج المشاهد. حق اسم الكريم الاول حق فارس عبد العظيم ضمران. ازيك عم فارس من ضراو هنا؟ من ضراو. احسن ناس حق، الله يوسع عليك. انا شايف حاجات ما شاء الله نياق والدة هنا بالصلاة على حضرة النبي. عايزين نعرف بقى ايه الناقة دي البيضة دي امها اللي قدامها؟ دي امها اللي قدامها. الولد نتايا ولا ذكر؟ نتايا. نتايا بالصلاة على النبي، ايش سنها الام؟ لا ناقة سادة. سادة تبارك الله. طيب ايش السعر؟ والله العظيم دي عاد الناقة دي الله وكيل دي مش معايا، الناقة دي ب 24.5 معايا انا. اللي هي الكبيرة؟ الكبيرة دي اللي وراها البيت الكبيرة. وراها نتايا؟ وراها بسيطة، وراها نتايا. بالصلاة على النبي يا جماعة. ب 24.5. ب 24.5. تمام. اسعار الجمال معانا. تمام. ما احنا ايه اللي احنا ما عشان نخش عليها الجمال بس احنا بناخذهم حي حي. ايه معك نياق والدة اللي هناك بيها؟ والله العظيم النياق دي ما معايا. مش معاكم؟ ها تبارك الله. طب ماشي نعرف اسعار الجمال. اسعار الجمال تعال. ماشي. السلام عليكم. سلام. الاول دي جمال ايه؟ دي قعدان ولا جمال؟ لا ده قعود. ده قعود. وده جمل. وده جمل. واللي جنبه جمل. واللي جنبه جمل. واللي جنبه قعود. الجمل ده سنه قافل؟ الجمل ده سنه قافل، لكن عارف القعود بيبقى كسر. ما احنا بنفهم المشاهد. ايوه القعود. كسر جوز. كسر أربعة. كسر أربعة، كسر ستة. كسر ستة. ده كله قعود. معلومة الجمل في كم سنة؟ كسر جوز لبان. لا في كم سنة؟ كسر جوز اثنين. كسر أربعة. لا مش أربعة. مش ستة. فيها ستة. في ست سنات. ايوه في ست سنات. عشان غير يطلع له الناب بعدين. غير البقر وغير الكلام ده بيبقى في ثمانية البقر والماعز. لا ما هو في ثمانية بس مكان الستة بيطلع ده. الناب اثنين أربعة ستة وبيطلع الناب ورا. الناب ورا تمام. طب ايه أسعار الجمال معانا هنا حق فارس؟ ده ب 20,750. 20,750 بالصلاة على النبي. ودول ثلاثة مع بعض ب 70,700. 30,000 70,700 بالصلاة على حضرة النبي. 70,700 والاثنين دول معانا برضه ب 48.5. 48.5 دلوقتي الجمال دي تتشغل القصب دلوقتي ولا تستنى شوية؟ تشتغل مباشر. تشتغل مباشر. بس مش أي جمل يشتغل في القصب. طب إزاي؟ الجمل البصرة. كده المرحول ده. اهو ظهره ومرحول. اشتغل معاك مش اي جمل اشتغل. نفهمها للمشاهد يعني ايه ظهره ومرحول. يعني عارف انت يعني ده شال قبل كده. شال ده شال هناك في السودان. شغلوه قبل كده. بيبان مكان شغلوه في طول. بيبان مكانه. بيبان اهو الظهر. ايوه ادي يا شغال اهو الرحل. ايوه اشتغل قبل كده. اشتغل وخالي من العيوب. تمام. ولا بعرج ولا اعور ولا في بجره. 21 لا ب 21 650 في بيع وشراء يا جماعة قدام الناس. 400 و250 650 يا ابو شنب. 650 20,650 ده في بيع وشراء مع الناس. في بيع وشراء الجماعة عجبهم ياخذوا بالصلاة على النبي. 20,650 تبارك الله يا جماعة. قعود كسر ست سنة. الصلاة على النبي. المفروض تاخذ أرقام الناس. لو باخذها. يا معلم. احنا برضه يا جماعة نفرجيكم البيع والشراء الفعلي. ايه البيع والشراء؟ خلينا نفرج المشاهد بس حق. البيع والشراء فين؟ لا والله إذا بيع وشراء هناك. هناك بعيد ماشي. الله يوسع عليك. ان نقول يا رب لا ان شاء الله نقول يا رب الله يرضى عنك عفوا برفنا المعلم فارس يا جماعه عنده مال طيب بما يرضي الله. كم رقمك يا معلم؟ 03 وحايد 044 044 35 47 47. معلم فارس من ضراو هنا؟ من ضراو. من ضراو. احسن ناس. الله يوسع عليك متشكرين. هذا يا جماعه
الله يوسع عليك يا معلم. هذه الجمال يا جماعه تبارك الله مع المعلم فارس، يعني حاجه كويسه. والسعر اللي عنده بالنسبه للجمال دي السعر انا شايفه كويس بالنسبه للجمال، يعني في حاجات تشتغل قصب، في حاجات تتكمل. السلام عليكم يا حي، ايه اخبار السوق النهارده، شادد ولا مريح؟ النهارده مريح. مريح؟ اه في تريحه يعني. في تريحه. اه انت جاي تشتري ولا بتبيع؟ انا عايز اشتري. بتشتري من فين اخال؟ من دراو. من دراو احسن ناس اخال، الله يوسع عليك، يعني الجو مريح النهارده. مريح. يبقى اشتري بقى ما دام الجو مريح. عشان الجمال بتضرب مره واحده كده. الصلاة على النبي تبارك الله. هذا يا جماعه سوق دراو. تبارك الله. دي قعدان ولا جمالة؟ قعدان. قعدان؟ ايه السن معاهم؟ ده كسر اربعة. ده كسر اربعة، واللي هنا دول؟ كسر اربعة. كل اربعات يعني؟ سوق جامد. الصلاة على النبي. ايه الاسعار بتبدا معانا حق هنا؟ ايوه انا زدت عليه. يا جماعة الجمال ده بيعمل ايه عشان غير بس معاه بيع وشروة؟ الصلاة على النبي تبارك الله. يلا نسيبوا دول ونشوفوا لكم شوية هذه في شوية قاعدان هنا كمان يا جماعة تبارك الله. الصلاة على النبي تبارك الله. ايه الأسعار هنا الصغيرين؟ ثلاثة الصغيرين دول حي ولا دول مع أمهاتهم؟ يعني في نياق والدة. بالصلاة على النبي تبارك الله. طب عايزين نشوف النياق الوالده كده حق، يعني مثلا دي ناقه والده والوحده دي؟ اه فين عيلها اللي جنبه ده؟ عيلها الابيض؟ لا اللي جنبه الوسطاني ده يا جماعه. هي الناقه دي ايش سنها لك ده؟ ناقه. آه. ناب يعني. اه ناب. ايه فلوسها حق؟ ولا ايه سعرها؟ يعني 18000 19000 18000 يعني الاسعار بتبدا معانا هم. آه. كلهم ناق والده، الاسعار. آه. بتبدا اقل سعر عندك كام؟ أقل واعلى سعر كام؟ 18 22 23 24 25 يعني من 18 لغايه 25 نقول. آه. الله يوسع عليك، اسم الكريمه حقي علاء بصدق. ماشي عم علاء يا جماعه في سوق دراو هنا، الرايل معوش تليفون. هذه النياق الوالده بسم الله ما شاء الله، الرايل بيقول اسعار بتبدا من 18000 لغايه 25000 كل مال، يعني المال بيختلف عن بعضه. الصلاة على حضرة النبي. هذه النياق الوالدة. هذه الجمال تبارك الله. نلفوا لكم برضه نصوروا لكم النياق دي من الناحية الثانية يا جماعة. الصلاة على النبي تبارك الله. يا ازيك يا عمدة؟ ايه اخبارك يا باشا؟ فينك والله بدور عليك انا. فترة ما جيت. ايه عامل كويس؟ ماشي الحال؟ تمام الحمد لله. لا صار النهارده مرتاحة. مرتاحة يعني؟ السوق عامل ايه؟ لا مرتاحة الاسعار. يعني ينقص كام النهارده السوق؟ لا ينقص له 2003. في الحتة؟ اه 2003؟ اه والله. ما خلي الدنيا تريح، خلي الناس تشتغل وتشتري. كل ما تبقى الحاجة مرتاحة كل سينا دق عليك على طول معك على القناة. ايوه معانا ناس من سينا. اه معانا كذا حد من سينا. والله يكلمني الواجب. اه بس مشواره بعيد يا اخي. ان شاء الله خير. ان شاء الله. ايه معاك هنا النهارده؟ لا لسه والله. الله يوسع عليك. يا محمود يا صلى على النبي تبارك الله يا جماعه. بالراحة معلم. هذا يا جماعة في نهاية الفيديو ما تنسوناش في اللايك يا جماعة وصلاة على سيدنا النبي في التعليقات، والناس اللي داخلة جيت تشترك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.